إذا رجعنا إلى ما حدث طيلة هذه العقود، هل يمكن، أنا هنا قبل كل شيء وأنا غادي نعطي الموقف نتاعي، كنت أتمنى أن السفير عمر هلال يقول تقرير مصير الشعب الجزائري، تقرير مصير الشعب الجزائري، هناك كانت ستكون ضربة للنظام العسكري وخدمة لحراك الشعب، لكن هو أعطى هنا فرصة للأسف. ولو أنني شخصيا أقدر وأكرر هذه الكلمة، أقدر حجم الصبر أو قيمة الصبر الذي صبره المغاربة تجاه هذا النظام المسعور، لأن فعلا يعني إذا ما فكرناش بأنانية 46 سنة أو أكثر ونظام الحكم في بلادنا يحاول بكل الإمكانيات يقسم المغرب ويخلق له دولة في جنوبه، هل يمكن أن نضع ما قام به نظام العسكر طيلة أكثر من 46 سنة في كفة واحدة مع مذكرة؟ لأنا متأكد أن المغرب على المستوى الرسمي ليس من صالحه ولا يبحث عن تقسيم الجزائر، بالعكس المغرب تنازل كثيرا من أجل الاستقرار في المنطقة وبناء اتحاد مغاربي، وسأشرح لماذا وكيف. المغرب صبر كثيرا لهذا النظام المسعور المجرم المعتدي النصاب والمحتال. إذا رجعنا ونحاسب أنفسنا، يعني الجزائر الرهينة في يد نظام حكم انقلابي ما أدتش دورها يعني كما يلزم للأسف خلال كل هذه العقود، بل بلادنا يعني من خلال هذا النظام الانقلابي خلينا المنطقة غير مستقرة، خلينا ما خليناش نبنو اتحاد مغاربي، ما خليناش نرد الجميل للمغرب الذي ساندنا وأيد وتنازل على أراضيه وقدم كل شيء من أجل أن تكون الجزائر دولة مستقلة، والتاريخ يسجل ذلك، التاريخ يسجل ذلك، مش التاريخ اللي يقولوه أبواق نظام العسكر المأجورين اللي ما عندهمش ذرة كرامة ولا مبادئ يعني الأخلاق. عيب صحفيين وعيب إعلاميين وسياسيين يتكلموا على بلد افتح بيوته للاجئين الجزائريين هربا من الاستعمار الفرنسي. إذن بعد ما صدرت مذكرة السفير، وأنا متأكد وهذا طبيعي، هو ولو أنني كما قلت ما كنتش نتمنى أنه يرد بهذه الطريقة، لكن لقد بلغ السيل الزبا كل صراحة، وهادو اللي راهم شادين الحكم في الجزائر وهذوك الجردان والأبواق نتاعهم يظنوا باللي احنا غير حنا الجزائر خاصنا نكون وطن
وغير حنا اللي خاصنا نكونوا شغل غير حنا اللي عندنا الدوله وغير حنا الجيران ما على بالهمش هما ما يحترموا سياده الجيران ما يحترموا وطنيه الجيران ودفاعهم على ما عندهم مقدسات كما قال هذاك الارعن تاع عبد الرزاق مقري احنا عندنا ما احنا الجزائر عندهم تاريخ والاخرين لا ما داروش تاريخ ما تحشمش والله ما تحشم انت سياسي تعالي ما كاين احنا يعني ما كانش كاينه مقاومه لا في المغرب ولا في تونس وخصوصا كان يقصد المغرب غادي نرجع لهذا عبد الرزاق المقري عامل النظام. اذا بعد هذه المذكره جاوبت معها حركة الماك الانفصالية اللي يقودها فرحات مهني واللي يقيم بفرنسا. فرحات مهني اللي يمثل حركة الماك على أرض الواقع ما هيش حركة اللي تشكل حاليا يعني غالبية السكان تاع منطقة القبائل. هذه الأمانة سكان القبائل غالبيتهم لا يطالبون بالانفصال رغم معارضتهم للنظام. أنا أقول هذا الكلام وأتحمل مسؤوليته وأعي جيدا ما أقول. منطقة القبائل النزعة الانفصالية فيها تشكل أقلية ما تشكلش أغلبية وأكثر ساكنة في الجزائر عن تهاجر داخليا داخل الوطن هي سكان منطقة القبائل. يعني سكان منطقة القبائل موجودين في كل ولايات الوطن من شماله إلى شرقه إلى جنوبه. إذن فرحات معني وهذا كلامي نوجهه لهذيك الابواق اللي كانوا يستنوا غير اللقطه اللي او الغلطه اللي باش يقدموا في القربان لسيادهم العسكر. فرحات مهني هذا ما يعيش في المغرب، هذا يعيش في فرنسا وحركه الماك في فرنسا. علاش يا ايها الاحزاب وايها الاعلام علاش ما تقولوش لفرنسا طردي هذا مقري هذا فرحات مهني ولا سلميه لينا، ولا علاش هذا النظام ما يطالبش فرنسا باش يسلمها هذا الانفصالي؟ هذا فرحات مهني راه عايش في فرنسا، المفروض يطالبوا به ولا يحاكموه ويطلبوا من فرنسا اللي دايرين معها تعاون قضائي يجيبوه، وخاصهم يطلبوا من فرنسا باش ما تحتضنش حركة الماك. أنتم الذين كما يقولوا راكم في مسعورين على المغرب، المغرب لم يحتضن حركة الماك. المغرب ماشي هو اللي دار مشروع زيرو قبيلي اللي داروهم هذوك الجنرالات اللي راهم سوا ديزون راهم في الحبس. المغرب ما دارش قواعد عسكرية على أراضيه باش تهاجم الجزائر، قال له دعم الإرهاب سنوات، ما عندكمش دليل وما كانش. المغرب لم يدعم الإرهاب في الجزائر في التسعينات، هذا كذب ولا أساس له من الصحة. وغادي يكون لي حلقة للحديث عن الذي تم تسليمه من طرف المغرب في 93 واللي مشى على جبهة النزار كما قال الطولي. غادي نحكي لكم بعد واحد الحلقة إن شاء الله عليه. المغرب ما اختطفش المواطنين من منطقة القبائل ومشى دار لهم مخيمات وطالب باش تكون عندهم دولة كما درتوا انتوما مع ضحايا من الصحراويين اللي هربتوهم في شاحنات وديتوهم المخيمات.
المغرب مشي هو اللي هاجم الأراضي الجزائرية، وأعيد وأكرر أن حرب الرمال اللي بدأ فيها هو النظام تاع الحكم في الجزائر، هو اللي هاجم باش يخلي منطقة القبائل تنهي التمرد. المغرب مشي هو اللي جيشه خرج في 76 وتوغل في أراضي الصحراء المغربية 300 كيلومتر خارقا لمعاهدة إفران الموقع في 1966. المغرب اللي راكم تسوقوا على أنه عدو مشي هو اللي يسمح لفرنسا باش تدير تجارب نووية بعد الاستقلال. إلا كان واحد نحسبه هو النظام، نظام الحكم اللي يسمح لفرنسا باش تدير تجارب نووية بعد الاستقلال ولسنوات. بالمقابل المغرب هو اللي يفتح بيوته أثناء الثورة الجزائريين، مش أثناء الثورة، من القرن التاسع عشر، من حيث احتلت ودخلت فرنسا بلادنا في 1832. والمغرب دعم الجزائريين وتعرض للقصف من أجل الجزائريين، وضربت مدنه بأجل الجزائريين، وهزم جيشه في إيسلي في 1845 من طرف الجيش الفرنسي. وفي الخارجي صحفي ما دارش التاريخ يقول لك غدر بالأمير عبد القادر. غريب هاد المنطق هذا اللي تمشى به هؤلاء ما عرفتش كيفاش نسميهم، غريب والله كل صراحة. المغرب مشي هو اللي قبل بعرض الفرنسي باش يسترجع أراضيه ويطعن في شرف الثورة. هذا هو المغرب اللي راكم تنعتوه بالخائن والغدار. هذا هو المغرب اللي أحسن إلى الجزائريين أينما أحسن، وفي الأخير تنكر.